أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم، نستمع به إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وكذلك من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا، سيكون الموضوع اليوم عن ملف الإعمار المؤجل في العراق والذي لم يفتح منذ انتهاء أو إعلان انتهاء الحرب على تنظيم الدولة في العراق في زمن حيدر العبادي، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعمار للمدن المدمرة التي طالها تدمير، وصل في بعضها إلى أكثر من 95% كمدينة الموصل في محافظة نينوى باعترافات حكومية ودولية. الأموال التي جاءت أو التي تم الحديث عنها في مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، وكذلك الأموال التي يجب كان أن تخصص ل المدن المدمرة، كل هذه مجرد كلام، وكل هذه حتى هذه اللحظة لم يلمس منها العراقيون أي شيء على أرض الواقع، مجرد وعود حكومية ومجرد تصريحات، وإن كان هناك تصريحات للإعمار في بعض الأحيان، لكن في المجمل لم يلمس المواطن العراقي حتى هذه اللحظة أي شيء يخص الإعمار. والدليل هناك ما زال مئات الآلاف من النازحين يقطنون في العشوائيات وفي المخيمات، وما زالوا مهجرين خارج مناطقهم ومنازلهم. إذن سيكون الملف هذا اليوم عن ملف الإعمار المتوقف في العراق. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين، ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه، حشيشه، شكو، شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال، يقطيني 5000 ارجع لنا روان، فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. النائب عن محافظه نينوى محمد اقبال اكد ان هناك ارادات سياسيه من خارج المحافظه تتحكم بقرار مجلسها. يقول إن التأثيرات الخارجية تحاول السيطرة على نينوى بالكامل لأنها معبر للجماعات المسلحة نحو سوريا، في إشارة لميليشيات الحشد، وأضاف أن تلك الجماعات التي لم تتمكن من إيجاد معابر لها عبر محافظة الأنبار بسبب وجود قاعدة عين الأسد تحاول استغلال محافظة نينوى من أجل أن تكون ممرا لها. كذلك النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري اتهم جهات خارجية بالاستحواذ والسيطرة على جميع المشاريع والمقدرات في المحافظة بالتعاون مع مجلس المحافظة. يقول الشمري إن جهات خارجية دعمت مجلس المحافظة واستحوذت على مقدرات ومشاريع المحافظة دون رادع، ولفت إلى وجود 12 دعوة قضائية بتهم فساد بحق أعضاء مجلس المحافظة لاستمرارهم في نهب المال العام. أوضح كذلك أن الفساد المستشري في الموصل تسبب بنفور جميع الجهود الدولية لإعادة إعمار المدينة، وبيّن أن مجلس نينوى أقر موازنة العام الجاري دون إدراج أي مشاريع لبناء مستشفيات أو مدارس أو حتى إعمار البنى التحتية. هذا باعترافات حكومية. لدينا تقرير لمنظمة Humanity and Inclusion الإغاثية الفرنسية التي قالت إن نحو نصف مليون من سكان مدينة الموصل ما زالوا يعيشون في مخيمات اللجوء والنزوح. هذه الأرقام دائما هي أرقام حكومية، أرقام تأتي استنادا إلى تقارير حكومية، أغلب هذه المنظمات تعمل بهذه الطريقة، لكن هناك الكثير من المواطنين وأكثر من هذا الرقم، أضعاف هذا الرقم، هم ما زالوا في المخيمات منتشرون في كثير من المحافظات. نعم، التقرير ذكر السكان مدينة الموصل، لكن في المجمل نحن نتحدث عن أكبر من هذا الرقم بكثير من المواطنين الذين نزحوا والذين هجروا قسرا من منازلهم جراء العمليات العسكرية من محافظات الأنبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى والتأميم كذلك. وهؤلاء الآن يعيشون أو يعيشوا كثير منهم
في المخيمات نظرا لإهمال السلطة الحاكمة لهم. الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بغض النظر من هي نفس السياسة ونفس النهج ونفس الاستراتيجية في التعامل مع المدنيين النازحين والمهجرين، إهمال متعمد لملفاتهم، إهمال متعمد لقضاياهم، هذا ما هو ملموس على الأرض الآن الذي نشاهده والذي نراه والذي نسمع عنه دائما وأبدا من العراقيين الذين يعيشون في هذا البلد. بالنسبة للمدن المدمرة كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة، هي مجرد وعود ومجرد يعني تقارير تخرج من هنا وهناك، لكن لا يوجد شيء على أرض الواقع. الوعود الحكومية التي صدعت الرؤوس قبل الانتخابات، أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات، في أي وقت كانت تتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الإنجازات وموضوع الوعود في إعادة إعمار مدن، دمرت جراء سياسات الحكومة الخاطئة في التعامل مع الملفات بشكل عام. نتيجة الحكومة بتعاملاتها وبسياساتها أفضت إلى هذا الوضع الذي نشاهده الآن، مدن مدمرة عن بكرة أبيها، الجانب الأيمن في مدينة الموصل تحديدا، الموصل القديمة، مدمر بشكل مخيف. أصلا هي قبل العمليات العسكرية الجانب الأيمن هو يعني مهدد بزوال كثير من منازله نظرا لقدمها. جاءت هذه العمليات العسكرية لتكمل على هذه المدينة بطريقة وحشية أدت إلى موت الكثيرين وأدت إلى هروب آخرين. طيب، انتهت العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة بإعلان حيدر العبادي، لماذا حتى هذه اللحظة بعد مرور عامين لم يتحقق الإعمار المنشود الذي دعت إليه الحكومة آنذاك والحكومة الحالية كذلك بسياسيها وبنوابها وببرلمانيها؟ أسئلة كثيرة تطرح بهذا الملف حقيقة مشاهدينا الكرام، وحتى هذه اللحظة لا يوجد جواب مقنع يخرج من السلطة الحاكمة لهذا الملف. يعني ملف الإعمار الآن الذي نشاهد المدن والتي أو القصص التي نسمعها من العراقيين بالمقاطع التي صورت من مدينة الموصل كمثال يضرب عن مدى الوحشية في التعامل مع مدن ومع سكانها. حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها الآن لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض لم يتم استخراجها من مدينة الموصل، نظرا لعدم السماح من قبل حكومة بغداد بدخول المعدات أو لعدم توافرها أو بسبب الإهمال المتعمد والفساد أدى إلى ترك المدينة بهذه الطريقة. الجثث المتفسخة تحت الأنقاض التي ملأت الجو بالبكتيريا والأوبئة والأمراض التي لوثت هذا الجو نظرا لتفسخها، كذلك المياه التي جرفت هذه الجثث والتي لوثت الأنهر والمياه الموجودة، وهذه الأمور الكثيرة التي عقدت من الحياة التي يمكن للإنسان أن يعيشها في هذه المدينة. معنا سيدة أم عماد من الموصل، تفضلي. أم عماد. نعم. تفضلي أم عماد، أهلا وسهلا. ألو. تفضلي يا سيدة أم عماد، أهلا وسهلا. مرحبا أخويا. أهلا وسهلا. هلا بي. تفضلي أم عماد. أنا مود التعويضات بالموصل. نعم. والله ماكوش تعويضات. نعم. ماكو أي تعويضات بالموصل. كله ما أكوش أصلاً أبد، ما أكوش أي تعويضات. والله مثل ما نروح عن نجي، نحن عدنا ما عدنا يعني مال معاملات ومال مفقودين، ونروح ونسأل ونعمل ونكوم العالم بس كروتين، كل شيء ما أكوش. تعويضات تعويضات من الحكومة. هل أعطتكم الحكومة وعود بإعطائكم تعويضات مالية مثلا؟ والله والله لي حد الآن كل شيء ماكو، مثل ما نروح عن نرجع والمعاملة الله وكيل يوم وباشر، وكل شيء ماكو، ما بس عيلهونا. ما التعويض الذي تنتظرونه يا سيدة أم عماد؟ يعني أنتم ايش تنتظرون تعويض إنه يجيكم؟ يا نوع تعويض اللي يرضيكم؟ والله اللي يوسف قدمه وأنتم عالشوفون كإعلام وعالشوفون، إحنا كل شيء ماكو، ماكو كل شيء، الموصل مهدومة والناس وادمة تعبانة والأشغال ماكو كلها واقفة. يعني سؤال سيدة أم عماد، يعني إذا مبلغ مالي تم إعطائكم مبلغ مالي مثل التعويضات اللي أعطت على سبيل المثال للنازحين 1,000,000 دينار عراقي، تنفعكم بشي هاي المبالغ؟ والله ما أشد كفي أشي واحد أشي عمل بيها، كل شيء ما يجي بيها، يعني حتى بناء ما يصير بيها، يعني دولة ما تقدر توفر للمواطن، يصير ما توفر له؟
يعني هاي العالم بيوتها مهدمة، كلها إيجارات بذاك الجانب ما ترحم، 400 300 يعني وين الشون واحد؟ والله ما يصير الشكل خطية، العالم ناسة تعبانة إلا الجانب الأيمن بالذات. نعم. ما الذي تحقق من إعمار سيدة أم عماد؟ حضرتك من مدينة الموصل. نعم. شو تحقق من إعمار بالمدينة حتى يكون الرد من حضرتك أنت من مدينة الموصل تردين على من يتحدث عن إعمار؟ والله أخويا يعني ماكو أي إعمار، ماكو ما يعني ما يقبلون لا ينطونا تعويضات، نحن ما عندنا هاي مال مفقودين مثل ما نروح عن نجي بعد 20 يوم ورا العيد تعاي، ماكو يعني نروح ونجي ونسأل، العالم مكومة على البيوت مالها وعلى الأثاث مالها وعلى السيارات مالها اللي ادعكت بالحرب وكل شيء، ما اكو مثل ما يروحون العالم يرجعون يقول لي سنتلخ، يقول لي سنتلخ، يعني يصير الشكل. يعني هل هذه الدولة التي تتعامل مع مواطنيها بهذه الطريقة؟ لا والله ما يصير الشكل، والله الا يعني بالذات احنا اوادم، احنا اهل الموصل بالذات منطقة تمام منكومة، منكومة وتعبانة بشكل تعبانة وادمة، والله تعالوا شوف حتى اشغال ما اكو اخويا، والله ما اكو اشغال، واقفة كل الاشغال، يعني نزل مثل ما تروح ترجع، ما اكو كل شيء، والناس وادمة تعبانة، نحن تعبانين. ام عماد، تقرير لمنظمة فرنسية يقول نصف مليون مواطن من مدينة الموصل مهجرين في الخارج، مهجرين خارج محافظتهم وخارج مدينتهم. حضرتك ما زلتي موجودة بالمدينة ولا تركتي المدينة هربا؟ لا والله، لا والله، حتى نحن ظلينا ولا طلعنا من الموصل، حتى بالحرب احنا بالموصل ابد ما طلعنا خارج الموصل. شلون عايشين ام عماد؟ شلون عايشين؟ والله تعبانين. شلون عايشين؟ ستر رب العالمين، يعني ما بس انا، كل اهل الموصل جانب الايمن تعبان، اوادمه تعبانه، وما حد يلقي لنا حل ولا حد، وفوق المصيبه وإولادنا زا ماكو. يعني اغلب مستشفيات مدينه الموصل، مدينه محافظه نينوى، دمرت جراء العمليات العسكريه، الجسور، المدارس، الجوامع، المؤسسات الحكوميه، انتم شلون تقضون حوائجكم؟ من علاج، من مستشفى، من تعليم، شلون تدبرون هاي الامور؟ المستشفيات ماكو. العلاج والله كله نروح نقص الورقه، نقص الورقه ونطلع نشتري العلاج من برا، ماكو، ونروح على الجسور، الجسور كلها ازدحامات، اشقد نطول نشتعل بالحر عمد نعبر الجانب الايسر. والله ماكو يعني فرد مره، كل شيء ماكو، اي خدمات ماكو. نعم. والله حرام، اي خدمات ماكو، يعني اوادم اهل الموصل حيل تعبانه والله. كان الله بالعون سيدة أم عماد، أنا أشكرك للمشاركة، ونستمع إلى رأي السيد أبو حمزة من الموصل أيضا، تفضل أبو حمزة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. جماعة البناء ماكو، أي خدمات ماكو، أي مشاريع ماكو، أي إعمار تبليط، هذا كله ماكو. لسبب سيطرة الأحزاب، محاصصات، يعني ايش احكي لك على واقع الموصل، دمار يعني الى ابعد الحدود. زين، طيب خل احكي لك انا يا ابو حمزه، انت وياي على التليفون. تقرير حكومي يقول بانه مدينه الموصل، طبعا هذه ليست فقط تقارير حكوميه، تقارير دوليه، 60 جسر فرعي ورئيسي في محافظه نينوى دمرت بشكل كامل. تقول الدولة بأنه تم إعادة 12 جسر إلى الخدمة، هل هذا كلام أو هذا رقم صحيح حضرتك من مدينة الموصل؟ غير صحيح وغير غير غير موثقة. شلون؟ وضح لنا أبو حمزة. هم إجوا حتى يدمرون هذا المحافظة، إجوا حتى يدمرون السنة بال يعني بالأخص. زين، اجوا حتى يدمرون هذه المناطق، ما اجوا حتى يحررون، كذب هذه وسيله حتى يريد يقضون على السنه. زين؟ فاحنا اللي نريد ان الناس تستوعب هذا الشيء، تفهم هذا الشيء، يعني يصير عندها فكره بانه هذه حرب على السنه، جاي يدمرون الناس، جاي احنا الناس. احنا بنفس الوقت ابو حمزه نريد نوضح للناس اللي من مدينه اللي بالعراق بشكل عام، وللعالم اللي يشاهد
البرنامج وده يستمع إلى رأي حضرتك وكلامك، أريد نتحدث بشكل موضوعي عن قضية ما الذي يوجد في مدينة الموصل الآن، الوضع في مدينة الموصل. يعني سنتين انتهت العمليات العسكرية منذ عامين حين أعلن حيدر العبادي آنذاك النصر، الآن وبعد مؤتمر إعادة الإعمار وهذه المليارات التي قيل إنها جلبت من الكويت لكنها لم يصرف منها على أي مدينة مدمرة، وضع الناس، وضع المدينة، وضع الطرق، الجسور، المؤسسات الحكومية، المرافق الحكومية والخاصة بالنسبة للمستشفيات والتعليم وغيرها، نود أن نعلم من المتصلين من مدينة الموصل ومن شهد على ما حدث في هذه المدينة وضع الناس ووضع المدينة، نريد نفهم منكم أكثر. تمام أستاذ. أي بالنسبة للوضع الأمني ماكو الخدمات من مستشفيات إلى مدارس إلى تبليط إلى أي مشاريع كلها بس أسماء حبر على ورق، زين بس حبر على ورق، يعني ما أكو أي خدمة أي مبادرة قاموا بها، كل كذب كل كذب، سرقة أموال، نهبوا أموال الناس، نهبوا أموال الدولة باسم المشاريع وباسم خدمة الشعب واسم عمارة للموصل، كل كذب في كذب. نعم. أي شيء تقدم نحو الأمام ماكو، أي خدمات يعني أبسط خدمات يا ماكو، أبسط فرص العمل ماكو، عادة يعني خلي يرجعون النازحين، أبسط شيء النازحين. نعم. لحد الآن هم موجودين بالحاج علي بغير المخيمات البقية. نعم. زين أبو حمزة أشكرك للمشاركة. طبعا المتحدث باسم وزارة الصحة في العراق كشف أن طبعا في تصريح سابق أن الحرب على مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام دمرت أكثر من 20 مستشفى. تخيلوا معي هذا الرقم مشاهدينا الكرام، 20 مستشفى دمرت في هذه المحافظة، بالإضافة إلى عدد الجسور الذي تحدثنا عنه قبل قليل، أكثر من 60 جسر رئيسي وفرعي دمر في هذه المحافظة. لكم أن تتخيلوا حجم الدمار الذي طال المدارس كذلك وطال دور العبادة كذلك وطال المؤسسات الحكومية المتعلقة بحياة الناس وبإجراء معاملاتهم واستكمالها من أوراق ثبوتية وغيرها. محافظة نينوى ليست بمحافظة صغيرة لمن لا يعلم، مساحتها الجغرافية كبيرة جدا، ومدينة الموصل هي مركز المحافظة وتمتلك عدد كبير من المدنيين يقدر بأكثر من 4.5 مليون مواطن في هذه المدينة. يعني الأعداد والوضع بالنسبة للمدنيين والدمار الذي حل بهذه المدينة، لكم أن تتخيلوا كم عطل من حياة الناس وكم دمر من مستقبل أطفال وشباب وبنات في المراحل التعليمية بكافة مستوياتهم، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية. نترك ما تعرض له المدنيون من إصابات ومن قتل في هذه الحرب، نتحدث عن الأمراض المستعصية لكبار السن وللأطفال وللبالغين بأمراض في أجسادهم. كما استمعنا إلى حديث السيدة أم عماد من مدينة الموصل الآن، لا يوجد هناك مركز صحي يمكن أن يعالج المرضى أو المصابين في مدينة الموصل. والدليل على هذا الكلام أن العراق بشكل عام في محافظاته الوسطى والجنوبية لا يملك نظام صحي يعني محترم، أقل وصف يمكن أن يوصف به. تابعنا وتابعتم معنا كذلك كثير من المقاطع والمواضيع التي تحدثنا بها والتي عرضناها لكم تثبت مدى سوء وضع الصحة في العراق والنظام الصحي بشكل عام، فما بالكم إذن بمدينة مدمرة، كيف يمكن أن يكون بها الوضع الصحي؟ لكم أن تتخيلوا هذه المشاهد، تمعنوا قليلا بالصورة التي لكم أن تتخيلوها وحللوا المواضيع الموجودة الآن، ستجدون أن هناك حياة أو شبه حياة أصلا في هذه المدينة، حياة منعدمة تماما بكافة جوانبها، والنتيجة هي معاناة مستمرة للمواطن العراقي سواء كان من مدينة الموصل أو عاش في هذه المدينة أو يعيش الآن في هذه المدينة. السيد أبو حسن من بغداد تفضل. محمد أهلا وسهلا أبو حسن. أخوي محمد هم دولة جو للتدمير، يعني ما جايين للبناء، هم جو عدبة بالأمريكية ومساعدة بعض العرب، تدمير العراق. يعني هذا العراق لما يعني ترى ما يعني يبنون بالموصل أو بالعراق بصورة عامة كلها كذب، ما يبنون، هم جايين
لاهانه العرب خصوصا العراقيين الاصلاء وتدمير البنى التحتيه وتدمير الكيان العراقي. يعني انا قلت سابقا ما يبنون ابد. لا اله الا الله. نعم. ابو حسن خبير اقتصادي يقول 36 مليار دولار هي كلفة إعادة إعمار المنشآت العامة والبنى التحتية التي دمرت بفعل الحرب في نينوى وصلاح الدين والأنبار. 36 مليار دولار، هذا بحسب خبير أو أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية اللي هو عبد الرحمن المشهداني، قال بأنه هذا المبلغ هو الذي يكفي لإعادة إعمار البنى التحتية. فقدنا اتصال مع أبو حسن. هذا المبلغ سننتقل إلى السيد أبو حسين ونسأله عن هذا الموضوع. أبو حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من مدينة الموصل، تفضل أبو حسين. أخي العزيز، إحنا بالموصل ما يصير عندنا بناء، الفساد مستشري بالموصل على جميع مستلزمات الحياة. يعني مكاتب اقتصادية، انتشار ميليشيات، عندنا حيتان للفساد في كل مكان من الموصل، من مجلس المحافظة إلى جميع تفرعات نينوى مملوءة بالفساد. نعم. ما تقدر يعني حتى أنت مواطن عادي إذا تريد تبني بيت لازم تدفع حتى تبني أو ينطونك إجازة بناء. تدفع مبلغ تبني. مبلغ شنو المبلغ؟ عندك علم أبو حسين؟ نعم. أعطيني تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع إذا تقدر. عشان عندنا معامل البلوك ومعامل الاسمنت في محافظة الموصل. مسيطر عليها بعض الميليشيات. نعم. ما تدخل تحمل سفرة إلا تدفع كذا مبلغ. يعني عفوا بس ما سمعت النقطة اللي قبلها. أبو حسين؟ عندنا بالموصل لا فهمت سيطرة الميليشيات، لكن شنو اللي ما تقدر تاخذه في مقابل مادي؟ إلا مقابل مادي، إلا تدفع. نعم. ومخلين سيطرات وهمية ونقاط وهمية، هذا اللي يطلب من عندك رصيد وهذا اللي يطلب من عندك مدري. ابتزاز. ما بقى عندها يعني حتى جاولتي تبني ما تقدر تبني. نعم. هذا الوضع اللي عندنا. والناس منين تجيب حتى تدفع والناس منين تجيب حتى تدفع للميليشيات والعصابات؟ ما عندنا البطاله بالموصل ما يقارب او يعني 100% عندنا البطاله. نعم. لا توجد فرص عمل. عندنا ماكو اي فرص عمل، ما عندنا مشاريع تشتغل، ماكو اي مشروع، ولا بناء جسر، ولا بناء مستشفى واحد، ولا بناء دائرة واحدة أخي. نعم. كل هذا اللي تشوفونه على الإعلام وكذا والمدريج هذا كله كذب فيه. هو حتى على الإعلام بالكذب ماكو، يعني هو حتى على الإعلام بتزييف وكذب لا يوجد. هم كذب ما يوجد. ما عندنا يعني إحنا بالموصل وضعنا مأساوي جدا جدا يعني. نعم. أشكرك. كان الله بالعون أبو حسين، أشكرك للمشاركة. أم سيف من مدينة الموصل كذلك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي إحنا نازحين من الموصل بالمخيم. في أي مخيم أم سيف إذا تقدرين تقولي؟ أم سيف؟ أخو والله إحنا نازحين من مدينة الموصل بالمخيمات. نعم. والله وصاين حظنا وما حد حتى يضحك علينا. شنو وضعكم بالمخيم أم سيف؟ والله وضعنا حال يعني مو شيء، يعني اعتقالات نساء ورجال و... نعم. ايه. مساعدات دعم دولة موجود؟ لا والله مساعدات حال قليلة ما تجينا، وما حد يعني لا لجنة يت علينا ولا يخلونا حد يجي ولا حد يزورنا. أنتوا في أي مخيم أم سيف؟ والله مخيم الجدعة. كانت هناك حملات أيوة. إغاثية من منظمات إنسانية وصلتكم؟ لا ما حد يجينا، لا ما حد وصلنا.
طبعا بما انه المنظمات الخاصه ما تجيكم انتم حتى معناها الحكومه ايضا ما اجتكم. لا 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 اي منظمه خاصه. طيب طيب بما انه ماكو دعم شلون عايشين ام سيف؟ شلون تدبرون اموركم؟ والله عايشين اللي عنده راتب عايش والما عنده هذا هو. واللي ما عنده شيء يسوي بحاله؟ راتب مال والله عندي راتب مال ابوي الشهيد متقاعد. وهذا راتب على اقليم كردستان. نعم. والله العظيم كل شهرين عندنا ايتام العرب ما لكم استحقاق عندنا نهائيا. نعم. طيب حضرتك يعني عندك اللي يساعدك شوي، لكن ماذا عن الناس اللي في المخيمات ربما انت تشاهدين بعينك اللي ما عندهم معيل ولا عندهم راتب ولا عندهم دخل، ذول ايش يصير بحالهم؟ ومنين دي يعيشون اصلا؟ يعيشون تجي سياره بين المخيم تاخذ جهال يعني توديهم يتسولون بنص الشوارع وهذه. سيارة تأخذ الأطفال يتسولون؟ إي لا لا منو اللي يأخذ الأطفال يتسولون أم سيف؟ تجي سيارة تأخذهم تعطيهم بالنهار 2 دينار والباقي يأخذونهم. يعني أفتهم، عندك علم منو الجهة اللي ما تعرفي؟ لا والله ما أعرف، تجي سيارة وما نعرف، تأخذهم على طريق مخمور يعني ما حد يلحق الجهة يعني هذا أطفال المخيم هي في حالهم. نعم شكرا ام سيف، شكرا على هذه المعلومه القيمه، شكرا للمشاركه. ابو الصفاء من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي يعني قبل ثلاث ايام اتصلت بحضرتك بالبرنامج. اهلا وسهلا، تفضل. انا من نهايه كربلاء، عندي طفل مريض عمره 4 سنوات ونص بشلل بالدماغ. وبي نزيف بالخلايا الجذعيه. شافاه الله. الله يسلمك. وراجعت الحكومه المحليه في كربلاء، مجلس محافظه كربلاء، من السيد المحافظ الاصغر شرطي بمجلس محافظه كربلاء صار 6 سنوات تقريبا. نعم. اي شخص اي عضو من عندهم ما يستجاب لي، مجرد بس استنسخ معاملات وانطي تقارير واسوي معامله كامله ويجي لي بالسر والدلل وراحت، وهاي صارت 6 سنوات. قبل 3 سنوات. اما قبل 3 سنوات، اما المستشفيات الحكوميه الدكاتره اللي يشتغلون بالمستشفيات الحكوميه تفرغوا كلهم فقط صاروا بالمستشفيات الاهليه اللي هي تابعه للعتبه العباسيه والعتبه الحسينيه. وذولا طبعا الكشفيه والعلاج ارقام فلكيه. دخلت يوم وثاني يوم طلعت بمستشفى الكفيل اخذوا من عندي 1,600,000 دينار وكل شيء ما سووا للطفل. مستشفى الكفيل اللي هي تابعه السيد احمد الصافي للعتبه العباسيه المقدس. اللي هو تحدث لما افتتحها عن انه هي ستكون غير ربحيه. المستشفيات اللي في كربلاء كلها تابعه، مستشفى الحجه، مستشفى السفير، مستشفى الامام علي، مستشفى زين العابدين، مستشفى الكفيل. مهيمنه عليها العتبه العباسيه والحسينيه. نعم. وواجهت الشيخ عبد المهدي الكربلاء، هاي ثاني مره طبعا انا اطلع بالبرنامج، واجهت الشيخ عبد المهدي الكربلاء شخصيا. نعم. والسيد الشيخ خالد الاسدي وفاهم الابراهيمي، هل يسمعوني بني اسد؟ الشيخ خالد الاسدي اللي مهيمن على 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 الميزانيه مال العتبه الحسينيه كلها، كل واحد باني له فندق ب 3 مليار ونص. ايش قالوا لك ابو الصفاء؟ ايش قالوا لك؟ ينطوني 10,000 دينار، كل ما اواجهني ينطوني 10,000 دينار. يعني يعتقدون انك 10,000 دينار تستجدي المال؟ النثريه بالمليارات، النثريه بالمليارات ينطوني 10,000 دينار، وهذا الكلام موثق. وخلي يطلع واحد بعد شوي او باكر يقول كذب، عندي توقيع او ختم مال الشيخ عبد المجيد العتبه الحسينيه المقدسه. عندنا ابو صفاء، عندنا خدمه انت ترى، عندنا خدمه انت ترى التي تقدمها قناه الرافدين. بامكانك انه ترسل لنا هاي الصوره اذا 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 تقدر. هذه الورقه اللي تقول موقع عليها. ما عندي لا عندي انترنت ولا عندي فيس. اذا قدرت ابو صفاء اذا قدرت. واحد الاخوان اخي العزيز، انا من خلال برنامجكم اطلب المساعده من اخواننا بالانبار وبتكريت وبدياله وبالموصل، انا اريد مساعدتهم لهذا الطفل. خلي يسمعوني، والله العظيم صار 4 سنوات 6 سنوات ونص اركض حتى مكتب السيد السيستاني بالنجف راجعتهم وطردوني، خلي فيها هي هو جوعه متعلمين عليه، جوعه متعلمين عليه، الرقبه ما ياخذها الا الله. السيد السيستاني ومكتب السيد السيستاني والمرجعيه يحصلون باسم الشهداء.
والا اني اخو شهيد 2 شهداء عندي اصبحت اجد علاج لابني. اخي انا عندي 2 شهداء اللي هم يحصلون باسم الشهداء ويحصلون باسم الشيعه، عندي 2 شهداء وخلي يسمعوني اهل كربلاء، انا اجد علاج لابني. المؤسسات اللي تابعه مؤسسة عين ومؤسسات الزهراء وفاطمه اللي تابعه للسيد الثاني، بس الارمله الحلوه المطلقه يعطونها، اما اني شكلي املح اسلح عندي شهداء فين ما حد بحاله حاجه ترديه. خلي يبطلون فتاويهم، خلي يبطلون كلاواتهم، خلي يبطلون اللي يحسون باسم الدين والاخلاق والحسين والعباس، وين اخلاق الحسين؟ وين اخلاق العباس؟ وين اخلاق الامام علي؟ وين العداله اللي هم يعرفونها الشيعه اللي يحسون عليها؟ خلي يقولون علي مدفوع، انا مدفوع؟ نعم مدفوع، اكو من دافعني، دافعني العوز والفقر والضيم اللي شفته. انا من خلال قناتكم اطالب اهل الانبار، اهل الغيره، اهل الحميه، اهل الانبار رغم ما عتوا بيوتهم محروقه وبيوتهم مهدمه وعرافهم هتكوا الشيعه، انا اطلب من اسم علاج ذكي. ان شاء الله يكون اللي سمعك يقدر يتواصل وشكرا جزيلا مصطفى. تفضل اسمعك. صادق هادي عباس من اهل طويري، خلي يسمعوني. رقمك موجود ابو صفاء. عندي شهداء. رقمك موجود. عندي شهداء 2 واجد علاج، اكثر يوميه على المحلات واكثر يوميه على اهل العمايه اللي يطردوني. شكرا لك ابو صفاء. رقمك موجود. اذا كانت هذه المناشده وصلت لمن يهمه الامر سيكون هناك تواصل بالطبع. نستمع الى راي السيد ابو محمد من مدينه الموصل. تفضل ابو محمد. ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعيني. حياك الله، اهلا وسهلا. الله يخليك، والله بالنسبه لمدينه الموصل يعني مدينه تعبانه، اهلها تعبانين. نعم. يعني صار على الموصل ما صار على اتصور على مدينه بالعالم يعني. نعم. ف يعني هسه تريد تعبر من الايمن على اليسار، لا الشورى لا مستشفيات. لا مي صحي، لا كهرب، لا يعني شغلات يعني بنوبه تعبان وضعها. اضافه الى كل يعني هسه بالموصل كل بيت لو بي مفقود لو بي مفقودين ما اعرف شنو مصيره يعني وين هم ما حد يعرف. ابو محمد انا قبل شويه قرات معلومه عن حديث استاذ في جامعه بغداد خبير اقتصادي يتحدث عن مبلغ 36 مليار دولار لبناء البنية التحتية والمرافق العامة والمستشفيات في محافظات نينوى صلاح الدين والأنبار. طيب هذا المبلغ مقارنة بميزانيات العراق وثروات العراق مبلغ قليل جدا لا شيء أصلا 36 مليار دولار مقارنة بالمليارات أو مئات المليارات التي يملكها العراق. ليش الدولة دا تصعب الأمور وتعقد المسائل وتخلي الناس في معاناة مستمرة وهي عندها القدرة المادية أن تدفع هذا المبلغ؟ هي تجي فلوس، بس الفلوس يعني تروح قبل ما تصل، يعني تنهب ولا تنفرف للموصل للمستشفى للجسورة، بس أكو يعني ناس شلل تأخذها قبل ما تصل. يعني هذا الفساد يعني مستشري بشيء مو طبيعي يعني حقيقة. طيب الوعود الحكوميه شو وقت تنفذ؟ لا نفذت قبل الانتخابات يعني ولا نفذت بعد الانتخابات؟ متى تنفذ؟ ما تنفذ لان الـ قلت لك يعني الفلوس قبل ما تصل تروح الطرف غير مشروعه يعني. على هذا الحال لن تعمر المدن. على هذا المستوى لن تعمر. يعني عندك الموصل القديمه مفلشه مهدمه، المستشفيات واقعه، يعني ماكو يعني ماكو مثل ما قال بصيص امل ماكو. وبرايك شنو الحل ابو محمد؟ يعني والله الحل عند ربك، بس ربك هو اللي يحلها يعني حقيقه يعني. واحنا ننتظر نحط ايدنا على خدنا ننتظر الفرج، يعني الناس لازم تعمل حتى تحصل على ما تريد اعتقد. والله يا اخي الناس هم تخاف، يعني هسه اعطي لي حكي بالموصل يقول لك انت ارهابي، انت داعش، انت ما ادري شنو من هاي السوالف، التهم الملفقه. ابو محمد الناس تخاف من شنو اكثر من اللي هي بيه؟ ايش حينقصها بعد يعني؟ والله يعني على
تقدر تسلم على البقيه الباقيه خلينا نقول يعني المتبقي من اللي ما عنده مخطوف اللي ما عنده معتقل اللي ما عنده يعني يخاف من هاي السوالف من هاي التهمه التهمه جاهزه تعرف انت نعم اي جاهزه لاي واحد قبل ايه قبل يحضرونا خاصه اذا كان من تعرف انت من المناطق الشماليه او الغربيه او اي نعم. منطقه كانت نعم نعم يعني حقها ما يحتاج التهمه تلصق به تلصق به نعم يعني هذه مشكلة كبيرة حقيقة عندما يكون الموضوع عبارة عن إن نطقت بكلمة حق فأنت التهمة جاهزة أربعة إرهاب والتنظيم بعد آثاره موجودة بعدك أنت من الخلايا النائمة والتوابع طيب الحال أنت تقول إن شاء الله الفرج ننتظره من رب العالمين لكن إحنا كبشر كشعب شنو دورنا؟ والله دورنا يعني لازم مثل ما يقول الشعب يتوحد يعني يتخذون الكفاءات اهل اللي يخافون رب العالمين هم دول الناس اللي يعني يمشون هذا البلد. شكرا ابو محمد كنت معنا من مدينه الموصل. الكفاءات والوطنيون موجودون وهم معلنون كذلك واعلنوا عن انفسهم منذ فتره طويله. والعاقل والذي لديه القدرة على الاختيار الصحيح والذي لديه القدرة على التفكير الصحيح والنظر بشكل يعني واضح بعيد عن الانتماءات وبعيد عن التفكير السلبي يستطيع أن يرى من هي هذه الجهات وما هي سياساتها وما هي مناهجها وما هي خططها وكذلك الأداء الذي أدته على مدى سنوات طويلة. هناك أمثلة كثيرة على هذا الموضوع أو على هذه الجهات الوطنية التي تبحث دائما عن وحدة الشعب ووحدة البلد بعيد عن هذه التحزبات وعن هذه الطائفية وعن هذه الميليشيات وعن التدخلات الخارجية الإيرانية والأمريكية كذلك في الشأن العراقي. الإنسان وأنا هنا لست لإعطاء نصح وإرشاد لكن هي مفاهيم واضحة للجميع. لا يوجد شيء ونحن تربينا على هذا منذ الصغر والجميع يعلم لا يوجد شيء يأتي من دون تعب ومن دون جهد يبذل في سبيل تحقيقه. وهناك مقولات كانت تعطى وحقيقة نشرنا مرة مقطعا لأحد المواطنين من مدينة البصرة وكذلك اتصل بنا أحد المواطنين من محافظة البصرة في وقت سابق قال بأنه لا يوجد شيء بلا تضحيات. الثورة والحرية تحتاج إلى تضحيات وأنا هنا أتحدث عن الحرية الحقيقية وليست الحرية الأمريكية التي جاءت بها. لا يوجد شيء بدون تضحيات. الناس يعيشون في العراء. استمعتم إلى السيد أبو صفاء من كربلاء. نعم هو دخل بموضوع مختلف عن قضيتنا لهذا اليوم لكن موضوعه خرج من رحم معاناة. لا يستطيع أن يوفر علاجا لطفله المصاب بمرض مستعصي والموضوع معقد بالنسبة له وناشد وذهب إلى جهات حكومية وجهات خاصة لم يلبيه أحد. ذهب إلى المراجع والمعممين الذين بنوا هذه المستشفيات الخاصة التي تتعامل بالدولار مع مرضاها ولم يجد استجابة بل تمت معاملته كأنه جاء ليستجدي المال. وبدأ يناشد أهالي المحافظات الغربية من أجل أن يدعموه ويساندوه نظرا لأنه فقد الأمل على الرغم من أنه يناشد من هم بحاجة إلى مساعدة لكن هذا هو عشمه وهذا هو أمله بمن يسمع. معنا السيد أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قدرتكم الشريفة لكل العراق الشريف. أهلا وسهلا. إحنا الدمار اللي أصاب العراق ككل خاصة المناطق السنية طبعا هذا شيء يعني متوقع من هيك حكومة خاصة وجود نور المالكي وهاي الكل اللي جت تعبانة. طبعا هو داعش منه في التنظيم الدولي ادى الى تدمير العراق يعني هاي المحافظات واللي هسه تعاني. بس انا اريد اعرف الدول العربية والدول الاجنبية وخاصة دول الخليج وخاصة السعودية من قامت بعملية تأييد النظام الامريكي والصهيوني والايراني بالغاء نظام صدام
هسه حرمة العراقيين وحرمة السوريين وحرمة أهل اليمن والمناطق اللي دي يعاني منها المسلمين بكل دول العالم هي راح تصير في رقبة هذول العرب الموجودين والدول الأجانب لأن هم دمرونا. هم المفروض يقومون بعملية مثل ما جاء ألغوا نظام صدام، المفروض يقومون بعملية إلغاء هذه الأنظمة اللي موجودة وإعادة إعمار العراق وإعادة إعمار سوريا واليمن والدول العربية واللي صار ما صار في ليبيا. ترى هذا كله متوقع من هيك دول حتى في سبيل إثارة المشاكل. بعدين أستاذ إحنا عندنا منطقة الموصل، هي منطقة الموصل ومنطقة صلاح الدين ومنطقة الأنبار وديالة كلها مدمرة. ماكو عندنا إحنا عملية استثمار بالعراق، لأن العراق هو دي موارد موجودة طبيعية ونفط عندنا وكثافة سكانية، يصير دي شركات استثمارية. بس المستثمر أول شيء إذا يجي أجنبي يقول أخاف، يعني صارت مشاكل هنا أخذوا قسم من الحشد، أخذوا قسم من هذول الشركات الأجنبية واعتقلوهم وأخذوا فدية. بعدين عندنا الفساد، بعدين عندنا الرشوات اللي صارت، عندنا أستاذ اللي مؤتمر الإعمار على أساس أنه يقومون بعملية الإعمار وانطوا قسم من المبلغ والمبلغ تحول إلى شركات وهمية، وهي الشركات الوهمية باعت العقود مرة ثانية إلى شركات. أم عبد الله سؤال إذا سمحتي، الناس اللي يطت العراق أو يطت هاي الحكومات هذه المليارات من الدولارات تحت مسمى إعادة الإعمار، هل رمت أموالها في البحر؟ يعني ما تريد تشوف نتائج لهذا الصرف؟ ما تريد تشوف نتائج الأموال اللي دفعتها؟ ولا هي مجرد تبرعات أعطت إلى هؤلاء وتتصرفوا براحتكم؟ ألا يجب أن تشكل لجنة دولية من أجل النظر ومتابعة نتائج إعمار إن وجد في العراق لأنهم أنفقوا هذه الأموال؟ أجيبهم المسؤولين، من راحت الفلوس؟ بعدين أستاذ عندنا السلف أطلقوا السلف باعتبار أن الحكومة تقوم بإنجاز عظيم للمواطن، إطلاق سلفة 25 مليون حتى تقوم بعملية الإعمار. من هذا التدبير؟ شنو هاي الشغلات المبعثرة اللي تصير؟ شوف دول العالم شلون متنظمة، شلون عندها مدن جميلة وطرق سليمة، إلا إحنا غير شكل عن البشرية. قالوا راح نعطي للفقير أراضي، ماكو. قالوا للموظف أراضي، هم ماكو. وقالوا إنه تعديل الراتب التقاعدي، هم كله كذب. ترى إحنا بس نسمع بس، كل شيء تنفيذ للشعب العراقي. ليش سووا مدينة السادة الدين رجال الدين في كربلاء والنجف أحسن مناطق وأحسن منطقة متوفرة فيها الدور البيوت الضخمة والمنظمة والأشجار والحدائق؟ ليش ما فكروا بالشيء اللي موجود بالجنوب واللي في البصرة واللي يريد ماي واللي يريد يعني حتى أكل ماكو؟ يعني احنا وين وصلنا الى هالشيء؟ فاني اقول انه يا دول عربية احترموا العراقيين والسوريين والاهل اليمن، يعني لازم تقومون بعملية حملة مثل ما طلعتوا صدام، تطلعون هاي الانظمة السياسية. وضحت الفكرة. عبد الله اشكرك في المشاركة. صباح من بغداد، تفضل. عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الموصل واهل الموصل، احنا اولا خلينا نحكي بالمسببات. المسببات بتدمير الموصل وبالذات الجانب الايمن، يعني هذا الحقد الطائفي اللي يسمونه بتحرير الموصل، هذا مو تحرير. احنا نعرف هذا تخريب وتدمير البنية التحتية بالكامل. يعني هذا القصف العشوائي اللي مارسته الحكومة طبعا بغطاء جوي امريكي وموافقة الامريكان وبعلم الامريكان ان ربعم الموصل بالكامل وتم تدمير الموصل بالكامل على ايد منه؟ على ايد الحكومة. فالحكومة لو قصدك جادة، من خلت هاي الخطة التدميرية والقصف العشوائي والممرات اللي حكم عليها ممرات آمنة وخرجوا بها اهل الموصل وتم اغتيالهم وغدرهم على ايد الميليشيات الطائفية، وايضا بعلم الحكومة وبعلم الأمريكان، لأن الأمريكان هم محتلين بلد وهم لحد الآن يشرفون على العراق تحت وصاية البند السابع وغيرها من هاي الخزعبلات. فالأمريكان برضاتهم،
فالمفروض بالحكومة العراقية الطائفية المفروض تعوض الأهالي وتعوض الناس اللي تم تدمير بيوتهم من خلال القصف العشوائي اللي مارسته جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد برئاسة هادي العامري وأبو مهدي مهندس وبرئاسة قاسم سليماني بإشرافه. يعني كلها مفتعلة، يعني متقصدين أن يدمرون الموصل، فأنتوا دمرتوها ويحجون بتحرير ويحجون حامم الأعراض، لكن هم اللي انتهتم أعراض المسلمين بتهجيرهم ووضع النساء في المخيمات، هذا كله متقصد. لكن الحكومة الآن شنو عوضت الأهالي؟ ما عوضتهم أي شيء، لا عوضتهم بدل البيوت اللي وقعوها ولا المصانع ولا الدوائر الحكوميه اللي تم تدميرها بالكامل. باختصار صباح تفضل لضيق الوقت. نعم، فالحكومه هي حكومه هذا التدمير ممنهج والتدمير طائفي والتغيير ديموغرافي للموصل، يعني حاقدين على الموصل ويعرفون ان الموصل شنو تاريخها الاسلامي وانها بيها حضارة وبيها بلد، يعني بلد الأنبياء، والموصل عريقة بكل شيء، فجم متقصدين لتدمير أهل الموصل، وهسه ما راح يعوضون أهل الموصل نهائيا، ما راح يعوضون أهل الموصل. ليش؟ لأن هم من ضمن المشروع الصفوي اللي مارسته الحكومة هو تهجير وتدمير الموصل، لأن يعرفون الموصل شنو. موصل منطقة سنية، منطقة ناس مسلمين، ناس موحدين لله، فجمي غايتهم تدمير غايتهم تحت وصاية تحت فتوى السيستاني. شكرا لك الصباح، أعتذر منك الوقت لم يتبقى به الكثير. نقرأ رسائل سريعة وردت. أحد المشاركين يقول: أخي أكو شريف يسمع لوعة الأخ من كربلاء، إلى أين وصل الذل والمهانة للشعب؟ إيش وقت تنتخون للوطن ولشرفكم وين ناموسكم؟ تعرفون السراق ومن باع الوطن؟ ايش وقت تنتفضون؟ كافي، استحوا، شوفوا الشعب او شوفوا الشعوب الحره ما تبات على ظلم. ورساله اخرى يقول: السلام عليكم، تحيه لكادر برنامج صوتكم وللمشاهدين الكرام، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اقول لشعب العراق العظيم الصبور، كل هذه المحن هي لحكمه لا يعلم بها الا الله، لكن ما اؤمن به ان وطننا ولاد لأبطال يخلدهم التاريخ، ومن خضم هذا الزبد الذي سيذهب جفاء بإذنه تعالى سيظهر أبطال وسيعيدون للعراق هيبته. لكن وصيتي للشباب وهم أمل العراق ولهذا هم محاربون، أن لا يفقدوا الأمل، كل ما تمرون به الآن هو اختبار وسيجعل الله من بعد هذا العسر يسرا، فلا تستسلموا. متابعكم من ولاية فيرجينيا. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.